أسألك تفسير قول الحق تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما المقصود بما ظهر منها؟ هل هو الوجه والكفان؟ وهل يجوز كشفهما؟ جزاكم الله خيرا. الصحيح أن ما ظهر منها يراد به زينة الثياب، زينة الثياب. أما زينة البدن من الوجه والكفين أو ما على الكفين من الحلي فالواجب على المرأة سترهما. هذا ما فسر به الآية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعليه جمع كثير من أهل العلم. فالمراد بما ظهر منها المستثنى هو زينة الثياب. جزاكم الله خيرا.